احمد فاروق، حضرتك شغال مع المعلم صبحي كابر من 25 سنه غير الشغل، وهو جارنا ومن زمان، وهو اكبر من اللي هو يقول حد يضحك عليه ولا حد، ما حدش يعرف يضحك عليه. هو بيقول انا ما بعرفش اقرا واكتب ويتنصب عليا، ومش حد يعمل منظومه صبحي كابر وهو مش حد يعرف يضحك عليه. ورجالته هم الناس موجوده، والصف كله زي ما هو، مش حد مشي، مش حد قاعد. ورد على حته اللي احنا لما كان بيجينا بنعامله معامله وحشه. لا لا لا، محدش يعرف يعمل قال كده. قال انا بعد ما كنت صاحب محل بقيت اجي بيعاملوني كومبارس في المحل ويخلوني اعمل فيديوهات. لا محدش يعرف. ده من 15 يوم كان هنا وعامل فيديو لاهل السعوديه. صبحي كام؟ هو طب احنا ده الاسم، اسمه هو. كان بيجينا كنا بنستقبله استقبال الملوك في المطعم. كان بيبقى فرح. اه يعني في عقد طبعا ان هو يطلع يعمل اعلانات وكمان اسمه يفضل على الصفحه بتاعته، وانا ما ينفعش اعمل صفحه ثانيه. لازم الصفحه بتاعته هي اللي تلم عليها الاعلانات. هو ملك الهدايا. فانا بقول له يا حاج صبحي ناشد صوت، اسمع صوت العقل ورجع الخط الساخن، عشان في 100 واحد هيتقسوا بسبب هو شال الخط الساخن بتاع المحل. سحب. صعب. وبالنسبه للي يعني نزل على الصفحه، يا جماعه محلات صبحي كابر اتباعت، ما بقتش موجوده. لا يا فندم، المطعم موجود شغال السبع ايام في مواعيد الفتح والقفل وكله زي ما هو، والجوده هي مطعم وجزاره والدليفري وكله. هو ليه مقابل على اسمه اللي موجود؟ واخده ولا لسه؟ واخده يا فندم، واخده بإيداعات بنكيه. هل فعلا يا فندم اتفقتوا ان هو العمال اللي في المطعم يفضلوا زي ما هم من غير ما يتغيروا؟ هم زي ما هم اللي بقى لهم 25 سنه هم اهو. تعال انت بقالك قد ايه يا ابني؟ بقالك قد ايه في المطعم؟ ايه؟ 8 سنين. طب يا شباب، هو كان بيقول ان انتوا في الاول كنتوا بتقولوا له المعلم صبحي راح، المعلم صبحي جه، بقيتوا دلوقتي بتعاملوه معامله مش حلوه. مفيش حد يقدر يعمل. لما بيجي هنا اصلا بنتلم عليه وكلنا بنسلم عليه، بيشيلوه من على الارض. طيب انا عايزه حضرتك توجه كلمه لصبحي، حكم صوت العقل يا حاج صبحي، عشان خاطر الناس ال 850 واحد اللي انت كلفتهم من اللي انا حافظ عليهم، عشان انت كده بتضغط عليهم مش عليا انا. حضرتك بتوجه له الكلمه دي بالتحديد، حكم صوت العقل ورجع الخط الساخن يا حاج صبحي، عشان خاطر الناس، عشان اكل عيش ناس، وانت عارف بكده. حضرتك قلت يعني كلمه في احد الصفحات، احنا بينا عشره، ويعني الشغل وبس. نهائي عشره. هل فعلا زي ما اتقال ان المحل باعه ب 300 مليون حضرتك اشتريته منه؟ لا مش الكلام ده خالص. هو دي الحاجات دي حاجات داخليه بينا وبينهم. يعني سعر بيع المحل اشياء داخليه؟ لا خالص. سعر البيع ده بينه وبين الحاج اخويا الكبير وبينه وبين بعض. هل في اجراءات قانونيه هتاخدوها؟ هو ممكن يفتح محل تاني بغير اسم صبحي؟ بغير اسم صبحي، هو اساسا بايعه عشان كان تعبان. هو ده ايه اللي يخليه يبيع المحل؟ عايزين نعرف السبب. هو شقي، ويعني مثلا هو شقي يعني، ولسه ولاده صغيرين، قال لي انا ما ربيتهمش، عايز اقعد معاهم، نفسي عايز اشتغل اب. طب ايه يعني معنى كلامك كده ان المحل اتباع بالاسم بتاعه خلاص؟ طب ما ممكن اتباع بقاله سنه، فلوسه بقاله سنه. طب ما هو يشغل ان زي ما هو مشغل الناس فيه، وطبعا حد يدير له المحل بدل ما يبيعه. قلت له لان ده اسمه، يعني هو عمله من تحت. قال لي انا طالما اديته لك كانه معايا، عشان انت اقرب ناس ليا، عشان انت اقرب ناس عشرة ليا. طيب احنا عايزين نعرف ايه اللي ممكن ينهي الخلاف ده نهائي؟ مفيش اي خلاف، هو يرجع على الخط الساخن ويجي يتفضل مطعمه، هو لو عايز مطعمه اسم الاساس وتفضل. يعني هو لو حب لو لا، اولا بتعالى ان انا اضحك، لا مفيش الكلام ده. لو هو حب يرجع المحل تاني وتاخده فلوسه يتفضل يتفضل ويفتح فروع صبحي كابر في اي مكان، مفيش اي خلافات قانونيه. يعني حضرتك بتطلب ان هو يرجع الخط الساخن؟ يرجع الخط الساخن مش عشان خاطر، عشان خاطر الناس اللي شغاله مرتبطين بيه. قولوا له يا شباب، صبحي لو فتح مطعم تاني وفتح مطعم تاني، هو العقد اللي مكتوب ما ينفعش يفتح تاني مطعم. دي الكلمه اللي انت بتقولها لمعلم صبحي كابر. ربنا يصلح الحال. او تحت اي اسم تاني ان شاء الله خير. حتى مثلا لو كان عليكم شديد يعني، وجود العقد بينص على ان هو ما ينفعش يفتح اي مكان. صلى على النبي. اكل عيشنا، احنا بقالنا سنين. انا راجل فاتح بيت وعندي بيوت وعندي دنيا وعندي كل حاجه. يلا مشاكل، يلا ده لما يقفل معايا من ايه؟ ما هو ده لما شفت بص كام عامل هيقعد. في حريم شغاله، شايفه حزن.